تتواصل مشاكل جرح الثورة بسيدي بوزيد، حيث انقضت 7 أشهر دون أن يتم استخلاص أجور الذين تم انتدابهم، ويتواصل تعطل انتداب عدد منهم. وقد مثلت هذه المشاكل محور لقاء مع والي الجهة، حيث عبر عدد من جرح الثورة عن استيائهم. علاش الجرحى اللي هما الجرحى وعائلات الشهداء، علاش هما ديما بعد العفو التشريعي العام اللي هو اون برانسيب العفو التشريعي العام بعد الجرحى اللي احنا خذونا كونتراكتيال وجماعه العفو التشريعي العام اخذوهم معناها ديريكت مترسمين من نهارهم ويخلصوا لاباس عليهم. واذا كان ما تمش معناها تسويه وضعياتنا خاصه، ونزيد نعاود ونقول خاصه صرف اجورنا، رانا باش ندخلوا في اعتصام، واعتصام مفتوح الى حد تمكين كل الجرحى من مستحقاتهم وخاصة الذين هم بصد العمل. ومن جانبه طلب والي الجهة الإدارات المعنية بالنظر العاجل في وضعياتهم. اليوم قبلنا مجموعة من جرح الثورة وأولي الحق من عائلات الشهداء اللي تمتعوا بالتشغيل، واللي مازالوا في الحقيقة فيهم شكون مازال ينتظر ما تشغلش. الإشكال الكبير أنه الملفات متاعهم يعني متعطلة كلكو بار في بعض الوزارات في الإخلاص، اللي عنده ثم شكون عنده 7 شهور يخدم وما خلصش. والحقيقة كيف نتصلوا بالوزارات المعنية، سادة رؤساء الدواوين، سادة الوزراء، آخر مرة نهار الجمعة هذه اتصلت بالسيد رئيس ديوان السيد رئيس الحكومة في الملف هذايا، فهمني الناس كلها معناتها تعطى معناتها التعليمات انها الناس تخلص والناس تاخذ تسبيقات على الاجر وتسويه ملفاتها، ولكن للاسف عندنا شهرين احنا نجروا على الموضوع هذا، ولكن للاسف معناتها الملفات نتاع الناس ما تخدمتش، وهي معناها وضاح من الاجتماعيه صعيبه برشا، وفقدوا حتى فيهم الفقد الامل، يقول لك انا نخدم معناتها ظهر لي نخدم كورفي، فهمني الحقيقه يلزم الموظفين في الوزارات وفي الادارات الجهويه اللي معنيين بالملفات نتاع التشغيل ولا نتاع الاجور في الاداف في ادارات الشؤون الاداريه والماليه، يلزمهم مش الكل بعضهم اللي ما خلصوش يلزمهم يتحملوا مسؤولياتهم ويخلصوا الناس، لانه الحقيقه العمليه بطات برشا وتجاوزت حدود المعقول. جرح الثورة أغلبهم في وضعيات اجتماعية صعبة وفي حالة صحية تستدعي مزيد العلاج، ويطالبون بإيجاد حلول جذرية لمشاكلهم.